حاسس ان الديفلوبرز ان بارتيكولر والناس اللي انا كنت بحاول اكلمها النهارده عندهم very unique potential ان هم ياخدوا الافكار اللي انا حاولت اناقشها النهارده ويبنوا عليها في their own specialties. يعني ممكن انا ما كنتش متخصص قوي في التكنولوجي, بس ازاي تقدر تستخدم التكنولوجي في ان انت تفيد المجتمع, هو ده اللي انا كنت بحاول اوصله النهارده يعني. And I hope I did that pretty well.